كلمني عن اداء الفنانين في الاختيار اولا عندنا نجوم صف اول كلهم موجودين في الاختيار والحقيقه كلهم اجادوا اولا يعني في الجانب المصري وفي الجانب الاخواني والجانب مم. الاخواني ده صعب لانه اكيد صح. كل نجم يبقى مش عايز يعمل الدور بس علشان يروح للدور ده ما هو مين هيعمل ادوار الشر ما احنا محتاجين برده نجوم لادوار الشر لا ب... تكلمني على النجوميه في الاختيار بالعكس الفنان اللي لازم يشوف الجوانب اللي تخليه يتحمس يعني صبري فواز تحمس لأداء دور محمد مرسي لازم هيلاقي في حاجة عنده تحرك الوهج الممثل عشان كده بيعلى أعتقد خالد, خالد الصاوي بقى إيه عارف يوصل خيرت الشاطر خالد الصاوي في خيرة الشاطر هنا يعني قمة القمة مم. لأنه خيرت له تسجيلات كتير هو شافه وسمعه مم. لكن في الآخر أضاف حاجة تجعلك تقول ان انه خالد الصاوي هو خيره الشاطر مش حتى المشاهد اللي شفناها وثائقيه هي خيره الشاطر